من له أذن للسامع المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقال البابوي يقدم لكم سلسلة محاضرات ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث في تاريخ الكنيسة، العظة 11 عن المجامع المسكونية. أكلمكم برضو عن القرن الرابع الميلادي. هو قرن أيضا المجامع المسكونية والمجامع عموما يعني، والقوانين الكنسية وتنظيم الكنيسة وإرساء القواعد اللاهوتية السليمة. مش هخش معاكم كتير في التفاصيل، التفاصيل موجودة في الكتب، يعني أنا أعطيكم فكرة عمومية عشان تكونوا فاهمين الأمور. الكنيسة كانت مشغولة بالاضطهاد وبالتعذيب وبالأباطرة والولاة القساة. انتهى عصر الشهداء، أقصد الشهادة العامة يعني، لأن الشهادة في كل جيل موجودة. بمرسوم ميلان سنة 313 الذي أصدره قسطنطين الملك بالحرية الدينية وأصبح الناس أحرارا يعبدون كما يشاءون. فما الذي حدث؟ لما أصبح المسيحيون أحرارا في عبادتهم بدأ كل واحد يفكر في الدين كما يشاء، وبعدين كانت النتيجة ظهور بعض البدع والهرطقات. هذه البدع والهرطقات وقفت الكنيسة ضدها في مجامع مكانية ومجامع إقليمية ومجامع مسكونية لكي ترسي الإيمان السليم. وأيضا كان على الكنيسة وقد أخذت الحرية الدينية أن تنظر في مسألة الذين ارتدوا عن الإيمان أثناء الاضطهاد وتضع قواعد معينة لرجوعهم بالتوبة وبالعقوبة التي يستحقونها. ومن هنا نجد أن المجامع وجد فيها تنظيم عودة المرتدين ونظام العقوبات الكنسية، ونظام العقوبات الكنسية كان يصحبه نظام الخوارس. يقول لك ده يقعد كذا سنة خارج الكنيسة يتضرع إلى الداخلين والخارجين أن يصلوا من أجله، يخش في خورس الباكين، يخش في خورس الموعوظين، ينتهي إلى خورس القديسين لغاية لما يتناول يعني. طبعا نظام الخوارس ده أصبح مش موجود حاليا في الكنائس، وبالتالي نظام العقوبات أصبح مش موجود بالشكل اللي كان موجود به قديما. المجامع الأولى التي نظرت في عودة المرتدين عن الإيمان مجمع قيصرية جديدة ومجمع أنقرة ومجمع غنغرة، وكلها من المجامع الصغيرة، وعملوا قوانين لقبول هؤلاء الناس طبقا لحالتهم يعني. المجامع المسكونية هي المجامع الثلاثة: مجمع نيقيا سنة 325 ميلادية وحضره 318 من رؤساء الكنائس وممثليها
ومجمع القسطنطينية سنة 381 ميلادية، وحضرها 150 من أحبار الكنيسة، ومجمع أفسس سنة 431 ميلادية وحضره 200 من الآباء. مجمع نيقيا كان منعقد بسبب هرطقة أريوس، مجمع القسطنطينية بسبب هرطقة مقدونيوس وهرطقة سابيليوس وأبوليناريوس، مجمع أفسس بسبب هرطقة نسطور. مجمع نيقيا حضره القديس ألكسندروس بابا الإسكندرية التاسع عشر، ومعه شماسه أثناسيوس، ومجمع القسطنطينية حضره القديس تيموثاوس البطريرك 22، ومجمع أفسس حضره القديس كيرلس الكبير كيرلس الأول، وقيل إن كان معه القديس الأنبشنودة رئيس المتوحدين. هذه المجامع ارتبطت بهرطقات معينة، فما هي هذه الهرطقات؟ مجمع نيقيا ارتبط بهرطقة أريوس، وأريوس أنكر لاهوت المسيح وأنكر أن السيد المسيح مساو للآب في الجوهر، بل تطور إلى أنه اعتبره مخلوق وليس هو الإله الكلي القدر. واستخدم الأريوسيون ما يقرب من 20 آية من آيات الكتاب المقدس فهموها خطأ كأنها ضد لاهوت المسيح. هذه الآيات وقف في مناقشتها القديس أثناسيوس الرسولي الذي كان بطل مجمع نيقيا، وهو لا يزال شماسا في ذلك الحين، ورد على سوء الفهم الذي لأريوس. ثم فيما بعد أصدر 4 كتب عنوانها كونترا أريانوس، أي ضد الأريوسيين، على ما أظن نشر بعض منها مترجما إلى العربية بواسطة بيت التكريس. ولكن الأريوسية لم يقف ضدها القديس أثناسيوس وحده، وإنما وقف أيضا ضدها القديس هيلاري أسقف بواتييه من الرومانيين في كتابه دي ترينيتاته، يعني عن الثالوث، وبلغ من فصاحته في الرد أنهم لقبوه بأثناسيوس الغرب. وقف ضدهم أيضا ضد الأريوسيين الآباء الكبدوكيون، فالقديس باسيليوس الكبير والقديس غريغوريوس أسقف نيسوس كتب ضد يونوميوس الهرطوقي، والقديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات أصدر 31 مقالة لاهوتية، منها 5 عن الثالوث القدوس وضد الأريوسية. وقف ضد الأريوسية أيضا القديس أمبروسيوس أسقف ميلان، اسمها ميلانو حاليا اللي فيها نيافة الأنبا كيرلس، أسقف ميلان وهو معلم أغسطين، وله كتاب اسمه دو فيدا، يعني عن الإيمان.
وقف ضدهم أيضا القديس كيرلس الأورشليمي رئيس أسقفة أورشليم، الذي ألف كتابا عن إعداد الناس للمعمودية. كان دايما الشخص قبل ما يتعمد يدخل في فصول الموعوظين ويدرسوه مدة قواعد الإيمان قبل ما يتعمد، وغالبا كانوا يعمدونه فيما عرف فيما بعد باسم أحد التناصير، اللي هو الأحد السابق لأحد الشعانين، عشان يبقى بعد كده يخش مع المؤمنين ويحضر أسبوع الألم. وقف ضدهم أيضا كل إنسان كان يحب الإيمان السليم. وحينما نتكلم عن الأريوسية إنما نقول إن بدأها أريوس وهو كان قسا في الإسكندرية، وكان فصيحا بليغا مؤثرا في الناس، واستطاع أن يجذب إليه ليس فقط كثيرا من الشعب، وإنما أيضا بعض الأساقفة، صاروا أساقفة أريوسيين في العالم كله، يعني مش في بلد واحدة في أساقفة أريوسيين، في حتت كتير. ولما مات أريوس بما يشبه معجزة، كان الأريوسيون في منتهى العنف، وربما أعنف من أريوس نفسه. المشكلة إن الإيمان السليم في مصر وفي الكرسي الإسكندري لم يصطدم فقط بأريوس والأريوسيين، إنما اصطدم أيضا بالإمبراطور نفسه. كان الإمبراطور توجد له حاشية من الأريوسيين ومن الأسقفة الأريوسيين، يعني زي يوسابيوس القيصري ويوسابيوس النيقوميدي. حتى في كتاب يوسابيوس عن التاريخ يعني يؤخذ بحذر في هذه النواحي، هو ما بحرش كتير يعني. وكون إن هؤلاء الأريوسيون لهم سلطة في البلاط الإمبراطوري، هذا هو الذي ساعد على إصدار 4 قرارات نفي للقديس أثناسيوس الرسولي. طبعا النفي ده جاي منين؟ جاي من الإمبراطور. وكان ساعات أثناسيوس يحاول أن يوصل رأيه الإمبراطور، وساعات ما يستطيعش. ففي مرة من المرات تنكر في زي فلاح عادي، وكان كل الناس بيربوا دقنهم ساعتها يعني. كان الشاذ هو اللي بيحلق ده، والإمبراطور ماشي بالجواد بتاعه، لقى واحد هجم ناحيته واقتحمه ومسك سرج الحصان وقال له قف يا قسطنطين، لي كلمة معك. فبص لقاه أثناسيوس، فوقف يتفاهم معه، ترجل عن حصان. يعني دي تولى أن أثناسيوس كان رجل قوي حتى في مقابلة الإمبراطور، كان شديد. فيما بعد نسمع عن القديس كيرلس الكبير في مجمع أفسس أن معارضيه كانوا بيسموه فرعون مصر، ويقول له ده عمل أكبر من الإمبراطور. كانوا أباء أقوياء وأشداء في إيمانهم وفي تعاملهم. القديس أثناسيوس الرسولي في المرات التي كان ينفى فيها عن كرسيه إلى بلاد الغرب، كان يجاهد في بلاد الغرب حتى يقنع الناس بالإيمان السليم، ويكون له مجموعة كبيرة من المؤيدين، منهم إمبراطور الغرب أيضا. فكان إمبراطور الغرب يتوسط لدى إمبراطور الشرق لإعادة أثناسيوس، فكان يرجع.
احنا طبعا كلنا بنحب أثناسيوس ونوقره ونمجده، لكنه في حياته كان عرضة لآلام واتهامات، ده اتهموه أحيانا اتهامات أخلاقية رديئة، وجابوا امرأة من الساقطات لكي تدعي عليه أنه أخطأ معها. فواحد من الموجودين من مساعدي أثناسيوس قال له أنا عملت معك حاجة؟ قالت له أيوة أنت يا أثناسيوس. قال له تفضل، هي مش عارفة مين هو أثناسيوس. فانكشفت الحيلة واتهموه بحاجات حاجات حاجات كثيرة، وكان بينتهي الأمر بنفيه، لكنه في نفيه كما قلت لكم كان يثبت الإيمان في بلاد الغرب ويكون مجموعات معاه. ثانيا كان يؤسس كنائس، لكن طريقة أثناسيوس أنه كان بيؤسس كنائس ويتركها لأصحابها، لا يضمها إلى الكرسي المرقصي أو إلى الكرسي الإسكندري. لغاية دلوقتي في مكان هناك ابتدى يشتغل فيه نيافة الأنبا دميان في ألمانيا، منطقة ترير اللي كان فيها أثناسيوس الرسولي أثناء نفيه، وكوننا فيها كنيسة هناك بمعونة ربنا. مش بس الإمبراطور قسطنطين، الإمبراطور فالنس أيضا كما سمعتم في تاريخ باسيليوس الكبير أنه كان أريوسي، يعني الأريوسيين أقنعوا أسقفة وأقنعوا أباطرة، ودي كانت مشكلة، يعني كان عنف عقيدي وعنف سياسي وعنف كنسي، تعرض لكل هذه الأنواع من العنف الآباء الأرثوذكس السليم الرأي. الأريوسية لا تزال جذورها موجودة حتى الآن في كل من ينكرون لاهوت المسيح، لعل من أبرزهم شهود يهوى اللي عندهم كتاب مقدس زي بتاعنا كده، لكن بيحرفوا ترجمة بعض الآيات لكي تتفق مع عقيدتهم. فهم يؤمنون أن المسيح كان إلهاً وإلهاً قديراً، ولكنه ليس الإله الكلي القدرة. يفرقوا بين كلمة إله والله، إيه جد وجد. الآية بتاعت يوحنا 1:1 ما يقولوش والكلمة كان الله وكان الكلمة إلهاً، يقول لك أيوة إله، زي ما قيل في خروج 7:1 جعلتك إلها لفرعون عن موسى، وكما قيل أنا ناقشت الناس دول، يعني أول واحد يمكن في كنيستنا تجادل مع شهود يهوى كنت أنا سنة 53 قبل ما ترهبن، ونشرت مقالات في مجلة مدارس الأحد ضد شهود يهوى في سنة 53 و54 ضد شهود يهوى قبل رهبنتي. الأريوسية من ناحية إنكار لاهوت المسيح موجود جزء، يعني ماشية لحد دلوقتي موجودة. مجمع نيقيا دافع عن لاهوت المسيح ودافع عن الثالوث القدوس وأصدر قانون الإيمان، بس الجزء بتاع الروح القدس أكمله مجمع قسطنطينية. وأصدر مجمع نيقيا أيضا 20 قانونا من القوانين الكنسية. ونظرا لعظمة مجمع نيقيا البعض نسب إليه قوانين مزورة، 80 قانون مزور لا توجد إلا في النسخة العربية ثم ترجمت.
فإن لقيت في يوم من الأيام واحد بيقول لك نيقية 37، نيقية 44، نيقية 50، أعرف كل دي قوانين مزورة، لأن مجمع نيقية لم يصدر إلا 20 قانونا. وابن العسال لما جمع القوانين في المجموع الصفوي جمع القوانين الصحيحة والمزورة، ففرق بين كلمة نيقية بيه ته مربوطة وبين نيق نون يه قاف، بعضها من القوانين المزورة وبعضها من القوانين الصحيحة. للأسف الفصل الرابع من المجموع الصفوي لابن العسال كله من القوانين المزورة، أصل في ناس زمان كانوا يفتكروا أن القوانين يعني ابن العسال وخلصت على كده. ابن العسال له أخطاء كثيرة. مجمع القسطنطينية حضره 150 أسقفا، ودافع عن الروح القدس ضد مقدونيوس الذي أنكر لاهوت الروح القدس وأضافوا إلى قانون الإيمان. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن. على أن إنكار لاهوت الروح القدس كان له تمهيدات وسوابق في عقول الهراطقة قبل مجمع القسطنطينية، ونحن نعرف أن القديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس غريغوريوس أسقف نيسوس دافعوا عن لاهوت الروح القدس فيما دافعوا عن الثالوث القدوس. من الحاجات العجيبة أن في مجمع القسطنطينية عندما حضر البابا تيموثاوس الإسكندري سألوه بعض أسئلة، سأله الحاضرون بعض أسئلة في كتاب القوانين بتاع الكنيسة موجود الآتي، وخصوصا كتاب الشرع الذي أصدره الروم الأرثوذكس وكتبوا فيه قوانين تيموثاوس. قالوا سألوه الأسئلة الآتية: السؤال الأول أجاب بالقانون الكنسي الأول، السؤال الثاني أجاب بالقانون الكنسي، فأصبحت كل إجابات البابا الإسكندري تيموثاوس البطريرك 22 قوانين كنسية للعالم كله. يمكن ناس كتير بيتكلموا عن أثناسيوس وكرولوس ما بيكلموش عن تيموثاوس، لكن كانت له مكانة كبيرة. في قوانين طقسية، يمكن قوانين كتير من قوانين تيموثاوس كانت قوانين طقسية، وفي قوانين بتبقى قوانين لاهوتية بتاعت المجامع، وفي قوانين في نظام الكنيسة الداخلي كيف تنظم الكنيسة داخليا. ما علينا من دي. العجيب أن مجمع القسطنطينية حرم رئيس أساقفة القسطنطينية اللي هو مقدونيوس، وهذا يظهر أن المجامع المسكونية كانت أقوى من الآباء البطاركة، فإذا أخطأ بطريرك ممكن أن يحكم عليه مجمع مسكوني. والعجيب أكثر من هذا أن برضو المجمع الثالث في أفسس حكم على نسطور رئيس أساقفة القسطنطينية، يعني حكايتهم حكاية دول. المهم أنه ابتداء من مجمع القسطنطينية بدأت السياسة تدخل في الدين. في مجمع نيقيا المسكوني الأول القانون السادس ذكروا اسم أسقف الإسكندرية قبل أسقف روما. في مجمع في القانون السادس في مجمع القسطنطينية قالوا أن ينبغي أن القسطنطينية تأخذ نفس مكانة روما لأنها تعتبر روما الجديدة، فأصبح الكرسي الأول هو روما والكرسي الثاني هو القسطنطينية
لأنهما عاصمتان للإمبراطورية، والكرسي الثالث هو الإسكندرية، والكرسي الرابع هو أنطاكيا. السياسة بدأت تخش في الدين، تبقى الكنيسة لها مكانة عشانها عاصمة إمبراطورية ولا عشان لها مكانة دينية؟ نهايته هو اتضايق القديس تيموثاوس من هذا الأمر، لكن ما كانش في إيده يعمل حاجة. المجمع الثالث الذي جمع في أفسس كان ضد النسطور. قبل ما نتكلم على النسطور نتكلم على أبوليناريوس وسابيليوس. واحد منهم اعتقد أن المسيح ليس محتاجاً إلا الروح لكي يحيا بها ما دام متحد بالروح القدس. الكنيسة حرمته لأن لابد أن يكون إنساناً كاملاً يشبهنا في كل شيء، له الجسد وله الروح. لو كان له جسد بس ويحيا بالروح القدس يبقى ملهوش روح، ما يبقاش ابن الإنسان، ما يبقاش يشبهنا في كل شيء. والثاني قال الأب والابن والروح القدس هو واحد، يعني أحياناً نسميه الأب، أحياناً نسميه الابن، أحياناً نسميه الروح القدس، فرم يميز الأقانيم بعضها عن بعض. نرجع للمجمع الثالث في أفسس. هذا المجمع نسطور الهرطوقي رئيس أساقفة القسطنطينية لم يعتقد أن السيدة العذراء والدة الإله، وإنما هي أنجبت إنساناً، والإنسان ده اتحد باللاهوت أو صاحبه اللاهوت فيما بعد، يعني يبقى كأنها أم يسوع مش والدة الإله. ولذلك كان القديس القديس كيرلس الإسكندري يصر على عبارة ثيوتوكوس والدة الإله. وده الخلاف الأساسي بيننا وبين النصاطرة. النصاطرة للأسف موجود منهم لحد دلوقتي مجموعة، واسمهم الأشوريون، وجاهدنا كثيراً في مجلس كنائس الشرق الأوسط إن إحنا لا نضمهم إطلاقاً إلى المجلس. حاولوا كتير إن يضموهم من ناحية العطف عليهم اجتماعياً كمجموعة تعبانة سياسياً واجتماعياً. إحنا وقفنا ضد الموضوعات. ما نقدرش نتحرم من كيرلس الكبير ومن أباء مجمع أفسس عشان خاطر الأشوريين ولا غير الأشوريين. القديس كيرلس الكبير إلى جوار الشرح اللاهوتي في الرسائل التي أرسلها إلى نسطور أصدر 12 حرماً، The 12 Anathemas of San Cyril. 12 حرم، كل اللي يقول كذا أو كذا أو كذا يبقى محروم، كل اللي يقول كذا أو كذا هو يبقى محروم، اللي ما يقولش ولدة الإله يبقى محروم، اللي يقول إن المسيح اتولد إنسان بس مش متحد به اللاهوت يبقى محروم إلى آخر. فصل الإيمان تفصيلاً القديس كيرلس الكبير. برضو كانوا خايفين إن القرارات المجمع لا تصل إلى الإمبراطور بحرم نسطور وعزله، لأن ده رئيس الكنيسة بتاعته في القسطنطينية. لدرجة في الآخر لما كان بقى الناس الهرطقة دول متابين جابوا عصاية بوص كده فرغوها من جوه وحطوا القرار، اتلف رول كده يعني ودخل جوه البوصة وتسدت عليه، وراجل ماشي يتوكأ على العصا ويتوكأ على القانون الكنسي ويتوكأ على قرارات المجمع لغاية ما وصلها الإمبراطور. المجامع المسكونية في القرنين الرابع والخامس
كان معها مجامع أيضا إقليمية ومكانية زي مجمع أنقرة ومجمع غنغرة ومجمع قيصرية الجديدة ومجمع السرديقية ومجمع انطاكية والمجمع الكبير في أفريقيا اللي سموه مجمع أفريقيا، كان سنة 401 وكان حضروا مئات من الأساقفة، سموه مجمع أفريقيا، كان يرأسه القديس أوريليوس أسقف قرطاجنة، وحضره القديس أوغسطينوس أسقف هيبو إحدى المدن الصغيرة في قرطاجنة. طبعا أوغسطينوس أخذ شهرة أكثر من أوريليوس، لكن في المجمع كانت مكانته على قده، على قد هيبو دي، وأصدر قوانين كثيرة جدا. يبقى قلنا القرن الرابع كان فيه دفاع عن الإيمان ضد الهرطقات، وفيه تنظيم للكنيسة في القوانين المنظمة للكنيسة، وتنظيم للأسرار الكنسية والطقوس والصلوات، وكان فيه أيضا نظام العقوبات ونظام الخوارس. وتميز ذلك الزمان أيضا بانقراض الوثنية، بدأت الوثنية تنقرض، وكثير من معابد الوثنيين تحولت إلى كنائس. للأسف الشديد كلما جاهدت من أجل إرجاع دير الزجاج يقولوا لي ده كان أصله معبد فرعوني اسمه كذا. يا جماعة تعالوا معي وأنا أوريكم. وخدت مرة معايا وكيل وزارة الثقافة والدكتور أحمد فخري ووريت أدي الألالي أهي، وأدي المعمودية أهي، وأدي الهيكل أهو. يقول آه بس متأيد عندنا ده معبد فرعون. طب ما كتير من المعابد الفرعونية تحولت إلى كنائس وإلى أديرة، لكن تقول لمين وتعيد لمين؟ مفيش فايدة. ما احنا اللي عملناهم مع الوثنيين اتعمل معانا فيما بعد يعني. وبخاصة تحولت كثير من المعابد إلى كنائس في عهد البابا توفيلس البطريرك 23 وعهد الإمبراطور في أودوسيوس الكبير اللي كان راجل أرثوذكسي صميم وكان متديناً. في منتصف القرن الخامس انعقد مجمع خلقدونيا سنة 451 الذي لم تعترف به كنيستنا القبطية، والذي اضطهد فيه الكرسي الإسكندري والبابا ديوسقوروس بطل الأرثوذكسية، و قرئ فيه توماس لاون. كلمة توم بالفرنساوي يعني كتاب صغير كده، باليوناني توموس كتاب صغير كده، يعني زي نبذة كده. ماذا عن خلق دنيا والخلق دونيين؟ لا أرى المجال يتسع لهم ولوقتكم، فنؤجلهم إلى أسبوع قادم إن أحبت نعمة الرب وعشته.